الحبل السري هو اول ما بيتولد الطفل خلاص بيتسد، والطبيب بيسيب 5 سم من الجلد من البطن يعني، ويقص الحبل السري. الحبل السري بقى بياخد وقته على ما يضمر ويقع، هذا الوقت قد يكون عدة أيام، وفي بعض الأطفال بيقعد عدة أسابيع، وفي جميع الأحوال لا داعي للقلق. ما شفناش واحد راح المدرسة بحبل مثلا وقالوا له ده ما سقطش، لا هيسقط هيسقط تمام. بننظفه بسبيرتو اللي هو الكحول الأبيض 70% موجود في كل الصيدليات، بننظفه من جميع الاتجاهات. هذا الكحول مش بس نظافة وتعقيم، ولكن كمان بيساعد على اسوداده يعني بيغمق ويبتدي يقع. في بعض الحالات الحبل السري بيبقى فيه بعض المشاكل لما يقع او قبل ما يقع، زي فتق في السره او كده، الطبيب بقى بيقول هل الفتق ده محتاج جراحه ولا لا. اغلبيه الفتق السري ما بتحتاجش جراحه، قد تحتاج حزام للبطن عشان يعني يسنده شوية، وقد لا تحتاج، الطبيب بيحدد. لكن ما بنخرجش غير بره عن تعقيم الحبل السري جيدا بالكحول الأبيض. أنا ما فضلش تحط عليه بودرة، كان زمان بيحطوا، لا طبعا الكلام ده بطل. ولما بيقع الحبل السري بتفحص مكان السرة، لو في أي عيب بنقول للأهل، لو ما فيش خلاص تنسى بقى الموضوع ده وتعتبر الحبل خلاص يعني من الماضي.